السلام عليكم حبيبات ديالي، نختار لكم طريقة تحضير معقودة بالكوغجات أو بالقرعة خضراء، رائعة جدا وسهلة في التحضير. نحتاج قرعة خضراء أو كوغجات مبشورة في الحكاكة الغليظة ومسقطرينها ومنشفة بشكل جيد من الماء، بياض بيضة، زعتر مجفف، دقيق أبيض، ملح، وفلفل أسود. نقبطو صلاديين وضعوا فيها الكوغجات، ثم نضيفوا لها الزعتر المجفف. كنعرفوا الكورجات تتواتى بشكل كبير مع الزعتر. اسيزونيو فلفل اسود، ملح، نضيف بياض بيضه، ثم نضيف الدقيق الابيض بالتدريج ونخلط كل المكونات مع بعضها حتى تنسجم وتشكل لنا كتلة واحدة بفعل لفه ديال البياض البيض. من بعد ذلك نشكل منها كويرات على قد حجم المشمشة، ونبقاو هكذا حتى نكملوا كميه الكورجات اللي عندنا. في زيت ساخن نضع كريات المعقوده ونحمروها من الجهتين، وتنقدموها على حسب الرغبه. يمكننا نرافقوا بها اطباق السمك، كذلك يمكن نخضروا بها الطويجنه تجي لذيذه تتعجب الوليدات الصغار. كنتمنى تنال اعجابكم وصفه اليوم، ما تنساوش تلايكيو لا فيديو، اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك ويضغط على زر ابوني سبسكرايب اشتراك باش توصلوا بجديد القناه. مرحبا باسئلتكم واقتراحاتكم، وضعوا لي اسفل الفيديو.